أضاف مدبولي أن الدولة تشارك في القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد ولفت مدبولي إلى أن هدف وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص هدف الوثيقة مش عشان زي ما الشيف شيف سامي إن ما تفهم ما يفهمش في الرأي العام إنها الدولة بتبيع أصولها خالص هو هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد ويبقى كل الناس عارفاه اللي من خلاله بينظم العلاقه في الانشطه الاقتصاديه ما بين الدوله والقطاع الخاص. وهو ده اللي اعتقد اي واحد مستثمر سواء في الداخل او الخارج عايز يعرفه في اي دوله جاي بيستثمر فيها. النقطه الاخرى وهي المهمه طيب احنا كدوله بنقول والله عندنا بعض الشركات والمساهمات اللي احنا شايفين انها في قطاعات احنا مش يعني كدوله شايفين مش لازم يبقى لنا تواجد فيها على المدى المتوسط وبالتالي طرحنا هنا عشان برضو تبقى واضحة للمواطن البسيط كلمة تخارج مش معناها انها بيع لان يعني بعض الناس روجوا معناها ان الدولة بتبيع اصولها لأ